السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نستكمل إن شاء الله الجزء الثاني من مراجعة امتحان البي ال للإس كيو ال. جمل الإس كيو ال في داخل البلوك الخاص بالبي ال للإس كيو ال. من خلال جملة السلكت أنا بقدر أسترجع صف كامل، رو كامل من جدول أو من عدة جداول مربوطة مع بعضها البعض. بقدر اعمل داتا مانيبيوليشن لانجويج بشكل مباشر في البلوك الخاص بالبي ال للاس كيو ال. ايش داتا مانيبيوليشن لانجويج؟ هي نوع من انواع جمل الاس كيو ال. طبعا اخذنا احنا انه جمل الاس كيو ال بتنقسم لداتا ديفينيشن لانجويج وداتا مانيبيوليشن لانجويج والكنترول لانجويج. الداتا مانيبيوليشن لانجويج اللي هي الانسيرت والابديت والديليت بقدر اعملها بشكل مباشر في البلوك الخاص بالبي ال للاس كيو ال، وكمان بقدر اعمل في البلوك الكنترول والترانزاكشن ويت الكوميت والرول باك والسيف بوينت. الكوميت عشان اعمل سيف لريكورد او لترانزاكشن اللي سويتها على الداتابيز، الرول باك عشان اتراجع عن العمليه اللي سويتها، والسيف بوينت ان نحفظ نقاط معينه في الداتابيز. طريقه كتابه جمله السلكت في البلوك الخاص بالبيئه للاس كيو ال هناخد مثال عليها. عندنا select ال first name into، بعدين بدي اسم ال variable اللي انا معرفاه في قسم ال declare. ايش اسم ال variable؟ ال first name fname نوعه var char 2 وال length تبعه 25. من جدول الموظفين where رقم الموظف بيساوي 200. بعد هيك اطبع لي ال first name وبعد هيك concatenation مع ال first name. طبعا اي اشي بين ال single quotation راح يطبعه زي ما هو. خلينا ننفذ البلوك ونشوف ايش حيصير. عندنا في قسم الديكلير عرفنا متغير اسمه الفيرست نيم نوع var char 2، وبعد هيك begin بداية البلوك select الفيرست نيم into الاف نيم. مين الاف نيم؟ المتغير اللي عرفناه فوق. من جدول الموظفين بشرط رقم الموظف يكون 200، يعني هات لي الاسم الاول للموظف اللي رقمه 200 وحطه في الفيرست نيم. بعد هيك اطبع لي قيمه الفيرست نيم، هذا حيطبعها زي ما هي زي ما احنا شايفين فيرست نيم از، بعدين النقطتين، بعدين ايش قيمه الاف نيم اللي هي جينيفر. عندنا هنا الداتا مانيبيوليشن لانجويج اللي بنعملها في البلوك بالبيئه للاسكيل اللي هي الانسيرت والابديت والديليت والميرج، ومدينا مثال على استخدام كل واحدة. بالنسبة للكنترولينج استراكتشر عندنا الاف وعندنا الاف الس وعندنا السويتش كيس وعندنا اللوبس زي الواي لوب والفور لوب والبيسك لوب. جملة الاف كيف بنكتبها؟ هنحط الاف، بعد هيك الشرط، بعد هيك then، وبعد هيك جملة التنفيذ. خلينا ناخد مثال. عندنا الديكلير لتعريف المتغيرات، عرف متغير ماي ايج بيساوي 31 اف الماي ايج اقل من 11. لو الماي ايج كانت اقل من 11، هل الماي ايج اقل من 11؟ ذن نفذ، حيطبع اي ام ا تشايلد. طبعا مش حينفذها لانه ال 31 مش اقل من 11، حيروح وين؟ على الس اف ويقارن هل ال 31 اقل من 20؟ لا طبعا مش حينفذها. نيجي على الشرط هذا، هل ال 31 اقل من 40؟ نعم حينفذها. طيب لو ما تحقق ولا شرط من الشروط حينفذ مين؟ اللي في else. بعد هيك لازم انهي الاف بجملة end if بعدين انتهاء للبلوك. خلينا ننفذ، حيطبع ايش؟ I am 30s. I am in my 30s. بالنسبة للنال فاليو اللي سألتني عليها الطالبة مع اف،
القاعدة ايش بتحكي؟ القاعدة بتحكي انه اي عملية مقارنة مع سنجل اوبريتور نال حيكون الجواب نال وليس ترو. مين هم السنجل اوبريتور؟ اللي هم الاكبر والاصغر، والاكبر او اصغر، اصغر او يساوي، واللا يساوي. هدول اي مقارنة مع نال حيكون الجواب نال. خلينا ناخد مثال، عندنا ديكلير تعرف متغير اسمه اكس، نوعه نمبر، هعطيه قيمة 10. بتعرف متغير واي، نوعه برضو نمبر، وبيساوي بديش اعطيه قيمة، خليه ايش نال. واي هيك الاكس فيه 10 والواي قديش فيه نال. بعد هيك بيجن هقول له if ال x لا يساوي y then database management system output to put line ايش نو. تنسوش الاند اف والفاصلة الموجودة. تمام. الكود ايش بيحكي؟ متغير اكس خزنت فيه 10 ومتغير واي قيمته نال فاضي. يعني begin if x لا يساوي y، هل العشرة لا تساوي نل؟ صحيح، اه لا تساوي نل. يعني المنطق ايش بيحكي؟ انه يطبع yes، هيك المنطق بيحكي. else اطبع لي no. طب خلينا ننفذ ونشوف ايش حيطبع. طبع no، مع انه المنطق بيحكي انه العشرة لا تساوي نل. عشان هيك القاعدة بتحكي انه اي مقارنة سنجل اوبريتور اللي هم لا يساوي، يساوي اكبر او يساوي، اصغر او يساوي، مع نل سواء واحدة نل او التنتين نل، الجواب حيكون نل ومش حينفذ الكود. الجواب حيكون ايش؟ نل ومش حينفذ الكود. طيب كيف بدنا نحلها هذه؟ الحل بسيط، هنحط ان في ال بعد هيك قوس قوسين، ونحط اكس متغير اكس فاصلة صفر، وهنا نفس الاشي، حط ان في ال بعدين قوسين واي فاصلة صفر، نسكر القوس. ايش معناته هذا؟ اف نفس الاشي متغير الاكس لو كان نال حط بدال نال ايش؟ صفر. لا يساوي متغير الواي لو كان صفر حط مكانه، لو كان نل حط مكانه نل. طب نيجي متغير الاكس قديش قيمته؟ 10. هل حيحط مكانه صفر؟ لا، حيضلها 10، يبقى الاكس 10. طيب نيجي للواي، هل الواي نل؟ نعم، يبقى حيحط بدال النل صفر. الحين صار يقارن بين 10 وصفر. نيجي ننفذ هالايه، نيجي ننفذ ونشوف ايش النتيجة حتكون. يس، بهذه الطريقة انا تفاديت نال فاليو، او حليت او عالجت النال فاليو. بطريقة تاني مرة، انه اي سنجل اوبريتر سواء لا يساوي، اكبر، اصغر، اصغر او يساوي، اكبر او يساوي، مقارنة مع نال فاليو سواء قيمة او قيمتين، لازم اعالجها بهذه الطريقة. احكي له لو كان القيمة نل خليها بصفر، لو ما كانت نل خلاص خليها زي ما ايش اليوزر دخلها.
بعد هيك عندنا السويتش كيس. السويتش كيس باخذ متغير وبعمل عليه سويتش. نيجي عندنا الجريدج، قيمة النتيجة حتكون بناء على الجريدج. لو كانت الجريدج A قديش حتكون النتيجة؟ excellent. لو كانت الجريدج B ايش حتكون النتيجة؟ very good. لو كانت الجريدج C حتكون good. ولو كانت ولا واحدة منهم حينفذ الفئات، no such grade. هذا بالنسبة للسويتش كيس. بعد هيك هحكي له اطبع لي الجريدج. بعد هيك قيمة الجريدج، طبعا قيمة الجريدج بناء على اليوزر ايش دخلها، لانه انا حكي له هنا اليوزر هو اللي حيعطيك قيمة الجريدج خلال الران تايم. اول ما اعمل ران هيجيب لي نافذة وهيقول لي دخل قيمة الجريدج، هتحطي له A ولا B ولا C ولا اي حرف. طبعا لايش ابر حكينا احنا الفانكشن هي استخدام. في الجزء الاول حكينا انه في البيئة للاس كيو ال البلوك بقدر استخدم الفانكشن اللي تعلمناها في الاس كيو ال. هي الابر عبارة عن فانكشن من الاس كيو ال استخدمناها وين؟ في تعريف المتغير. طيب معناته اي حرف يدخله سمول لتر ايش حيحوله؟ لكابيتال لتر، عشان انا هنا عاملة المقارنات في كابيتال لتر. لو حطيت لوار عكس ابر، اي حرف هيدخله كابيتال هيحوله ايش؟ لسمول لتر. هنا الحرف دخلنا مثلا ايه سمول هيصير ايه كابيتال، وهتصير قيمه الجريدج قديش؟ ايه. هيجي هل الجريدج ايه؟ نعم. اذا خلي قيمه الدرجه اكسلنت، هيجي يطبع لي ايه وقيمه الدرجه قديش؟ اكسلنت. هذه هي السويتش كيس. وهاندلنج للنالز اتعلمناها كيف نعالجها. بالنسبه للجدول هذا اللي هو كيف نعمل، لو كان عندنا نوت ترو هيطلع فولس، لو كان عندنا نوت فولس هيطلع ترو، لو كان نوت نال هيطلع نال. طب نيجي للنسبة للاند، لو كان ترو اند ترو هيطلع ترو، لو كان ترو اند فولس هيطلع فولس، لو كان ترو اند نال هيطلع نال. وبهذه الطريقة بكمل الجدول. بالنسبة لللوب، اللوب طبعا عندنا ثلاث انواع، البيسك لوب والفور لوب والواي لوب. هدول انواع اللوب في البيئة للاس كيو ال. البيسك لوب لازم يحتوي على اكزيت، لانه لو ما حطيت متى يعمل اغلاق حيصير ايش؟ انفنايت، يعني حيكون شغال الى ما لا نهاية. الفور لوب لازم تحتوي على كاونت. طيب متى انا بستخدم الفور لوب ومتى بستخدم الوايل ومتى بستخدم البيسك؟ لما اكون انا عارفه عدد الايتريشن، لما اكون انا عارفه كم لفه حلف في اللوب هستخدم الفور لوب، لان هايها بتعتمد على الكاونت عدد اللوب. اما الوايل لوب تحتوي على كونديشن، يعني بحكي له وايل لوب وبعدين بدي ايش؟ كونديشن، يعني شرط. نيجي ناخد مثال، طيب begin عندنا ديكلير، عرفت كاونتر عداد وخليته يبدأ بصفر. begin loop هذا النوع الأول البيسك لوب، كيف عرفت؟ لأنه بدأ بكلمة لوب. طيب الكاونتر بيساوي الكاونتر القديم اللي هو قديش فيه؟ صفر، وزود عليه واحد صار عندنا الكاونتر كام؟ صفر زائد واحد واحد. بعدين اطبع لي ويلكم كونكاتينيت مع الكاونتر اللي هو قديش فيه واحد، يبقى هيطبع ويلكم واحد. واكزيت وين حكينا؟ البيسك لوب بيحتوي على اكزيت، الفور لوب بيحتوي على كاونت، اما الوايل لوب بيحتوي على كونديشن. يبقى البيسك لوب هاي فيه اكزيت وين؟ متى يسكر؟ لما يصير الكاونتر بيساوي ثلاثة. النتيجة حتكون ويلكم واحد، ويلكم اثنين اللفة الثانية، لانه حيصير واحد زائد واحد اثنين، واللفة الثالثة حيعمل ايش؟ اكزيت. اول ما يصير الكاونتر ثلاثة حيعمل خروج. النتيجة زي ما حكينا ويلكم واحد، ويلكم اثنين، ويلكم ثلاثة. بعد هيك عندنا الوايل لوب، الوايل لوب حكينا بيحتوي على كونديشن شرط، يعني ناخذ مثال عليه، نفس المثال بس عن طريق الوايل لوب. نفس الاشي عرفت كاونتر عداد وبلش من واحد، بيجن وايل انه العداد
طالما الشرط ترو، كيف هذا بتنفذ؟ طالما انه الشرط ترو يعني صحيح، حيفوت ايش في اللوب، لكن لو الشرط فولس حيطلع من اللوب. هل الكاونتر اقل من 3؟ هل الواحد اقل من 3؟ نعم ترو، اذا حيفوت في اللوب. ايش بيحكي اللوب؟ اطبع لي ويلكم والكاونتر، يعني ويلكم وواحد اللفة الاولى، بعد هيك زود العداد بواحد عشان ايش يجي للفة الثانية، ولازم يحتوي على اند لوب. 3 بيحتوي على اند لوب. هذا بالنسبة للوايل لوب. اخر حاجة عندنا الفور لوب. الفور لوب طريقة الكتابة، بحكي كلمة فور بعدين ببلش بآي ان. كم عدد الكاونت؟ حكينا انه هو الفور لوب بيعتمد على عدد الايتريشن، لما تكون عارفة كم مرة حتفوتي، كم مرة حتلفي من 1 لـ3. بلش اللوب، اطبع لي ايه كونكاتينيشن مع اي، يبقى حيطبع ايه اول مرة الاي بقديش؟ بواحد، ايه واحد، بعدين حيطبع ايه تاني مرة الاي بقديش؟ باتنين، حيطبع ايه واتنين، بعدين ايه وتلاتة، بعدين ايه، خلص اول ما يصير 3 حيعمل ايش؟ اند للوب. نيجي ننفذه، ايه واحد ايه اتنين ايه تلاتة. النستد لوب عبارة عن لوب داخل لوب، عامل زي النستد بلوك، بلوك داخل بلوك. خلينا نيجي ناخد مثال، عرفت متغير اسمه ستار، نجمة يعني، نوع فار كار، واللينكث تبعه 100. بيجن فور، ابدأ من 1 لـ5، هاي اللوب الكبيرة، فور الأولى، هذه اللوب الكبيرة. تمام، بعد هيك بلش لوب. داخل كلمة لوب عرف لي كمان فور، خلينا نجيب فور الثانية، وهي اند لوب للصغيرة، يبقى هذه فور الانر، الانر لوب. اما الخارجية الفور الكبيرة هذه الاوتر لوب. كيف بيشتغل؟ بفوت على الاوتر لوب، بياخد الايتريشن الاولى، بعد هيك بفوت على الانر لوب، بخلص دوراته كاملة، بعدين بيطلع ينفذ اللي في الاوتر لوب. هذه هي طريقة عمل النستد لوب. هذه هي النتيجة، طبع في الاول نجمة، بعدين نجمتين، بعدين 3 نجم، بعدين 4 نجم، بعدين 5 نجم. خلينا نشرح اول سطرين والباقي بتكملوه. طيب بدأ بآي بتساوي من 1 لـ5، يبقى فور الكبيرة قديش؟ 1، حيفوت الحين على الصغيرة ويكمل دوراته. فور الصغيرة بدأ من جي، من 1 لآي، طب آي قديش فيها؟ 1، يبقى حيبدأ من 1 لـ1، يبقى كم لفة حيلف هنا؟ لفة واحدة، لأنه بحكي له من 1 لـ1، يبقى لفة واحدة. الفي ستارت بتساوي في ستارت القديمة قديش فيها؟ فاضية، يبقى في ستارت كونكاتينيشن مع ستارت، الحين صار في ستارت كم نجمة فيها؟ نجمة واحدة. بعد هيك اند لوب، حيروح ينفذ فور الكبيرة هالجيت، حيقول اطبع الفي ستارت اللي هي كم نجمة فيها؟ نجمة واحدة، بعد هيك فضيها، الفي ستارت بتساوي نال، وخلصنا اللوب. حيروح يرجع مرة تانية، اي من 1 لـ5، الحين خلصنا اللفة الأولى، حروح 2، اي قديش فيها؟ 2. هنيجي لفور الصغيرة، من 1 لـ2، لأنه آي مخزن فيها 2، حيخلص ضوء اللفات وبعدين يطلع على فور الكبيرة. في ستارت بتساوي الفي ستارت كونكاتينيشن مع نجمة، طيب الفي ستارت كم فيها؟ فاضية، لأنه إحنا حكينا هنا في ستارت بتساوي نال، فضيناها، يبقى الحين صار فيها اللفة الأولى نجمة. هل يطلع من الفور الصغيرة؟ لا، لأنه هنا من 1 لـ2 في كمان لفة، هيجي للفة الثانية. الفي ستارت بتساوي في ستارت القديمة قديش فيها؟ نجمة، كونكاتينيش مع النجمة الثانية صار فيها نجمتين، خلصنا، لأنه هذه لفتين حيطلع للفور الكبيرة
وايش نحكي له، اطبع الفي ستارت اللي هو حيطبع النجمتين، بعدين فضي، وهكذا حيكمل اللوبس. طيب هنشرح جزئية الكونتينيو. ديكلير بقيل فور اي من 1 لـ10، تمام، يبقى 10 لفات لوب. اطبع لي، خلينا نشيل هذه، كونتينيو وين اي اكبر من 5. هل الاي اكبر من 5؟ لا، يبقى حيطبع ايش؟ هيطبع 1، بعدين حيفوت اللوب. صار قديش؟ 2. continue when i اكبر من 5، هل 2 اكبر من 5؟ لا، هيطبع 2، وحيكمل لعند ما يصل 5. ايش حيصير لما يصل 5؟ انا بحكي له لما توصل 5 او اكبر وقف تنفيذ اللوب. continue معناها ايش؟ كاني بحكي له وقف تنفيذ اللوب عند هذه النقطه، وقف تنفيذ الجمل ما بعد هذه النقطة، تخطي للآي أكبر من 5، يبقى حيطبع من 1 لـ5. هيها من 1 لإيش؟ لـ5. طب لو شلت الأكبر وحطيت له يساوي، كأني بحكي له لما تصير الآي بتساوي 5 ما تنفذش، خلاص وقف وارجع للوب مرة أخرى. حيطبع، يبقى حيطبعهم كلهم ما عدا 5، لاني كاني بحكي له وقف لما تكون الاي بتساوي 5. نيجي نطبعها ونشوف. شايفين 1 2 3 4، فيش 5 وكمل، لان انا حكيت له كونتينيو وان اي بتساوي 5 فتخطاها. بالنسبة للشطر الثالث، الكومبوزيت داتا تايب. ايش يعني كومبوزيت داتا تايب؟ اللي هو بيحتوي على اكثر من قيمة. خليني اعطيكم المثال. كيف انا بعرف كومبوزيت داتا تايب؟ باختصار ديكلير حكينا قسم تعريف المتغيرات. عشان اعرف كومبوزيت داتا تايب حستخدم كلمة تايب، يعني كأني بحكي له بدي اعرف لك نوع جديد على اللغة. احنا عارفين الانواع اللي احنا الانواع الموجودة في اللغة اللي هي زي نمبر وانتجار وكار وفار كار وهكذا. احنا بدنا نعرف الحين نوع جديد اسمه ايش؟ تي ديبت از ريكورد. يعني ايش ريكورد؟ يعني في كذا قيمة. الحين بتعرفي قد ما بدك متغيرات بين القوسين، داخل القوسين بتعرفي قد ما بدك متغيرات. المتغير الاول اسمه الديبت اي دي. ايش نوعه؟ نفس نوع الديبارتمنت اي دي الموجود في جدول الديبارتمنت، والديبارتمنت نيم، والمانجر، واللوكيشن. يبقى هذه الطريقه انا عرفت متغير نوع جديد اسمه كومبوزيت داتا تايب. كيف بدنا نستخدمه؟ بجيب اي متغير في ديبت، ايش نوعه؟ النوع اللي انت فوق عرفتيه. بعد هيك قلت له سيلكت قيمه، قيمتين، 3 4، وحطهم وين؟ في الفي ديبت. بنفع؟ اه بنفع، لانه الفي ديبت عباره عن كومبوزيت داتا تايب، والكومبوزيت داتا تايب في اكثر من قيمه، 1 2 3 4. قبل كنا نستخدم سكيلر داتا تايب يستحمل بس قيمة واحدة من جدول الديبارتمنت، وين الديبارتمنت اي دي بيساوي 10. يبقى لنا نعرف انه الكومبز داتا تايب عشان نعرفه بستخدم كلمة تايب، كأني بقول له بدي اعرف نوع جديد على اللغة. بعد هيك بدي قد ما بدي متغيرات، بعد هيك بستخدمه بهذه الطريقة، بعرف متغير وبقول له نوعك، النوع اللي انا عرفته جديد على اللغة.